حيدر ولي طبعا الساعة 5:30 الفجر، وأنا المفروض هسه أكون بطريقي للشغل، بس خابرتهم قلت لهم اليوم راح أجي متأخر لأن عندنا اليوم مباراة مهمة، منتخبنا الوطني العراقي، منتخب المشاهدات على اليوتيوب، لأن ما أعرف فجأة أن شو العالم كلها صارت تحب المنتخب وتشجعه. على كل اليوم لعبة منتخبنا العراقي ومنتخب الأردن الشقيق دوري 16 كأس آسيا، نتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي، نتمنى يصعدون، نتمنى نشوف أداء حلو، نتمنى نشوف مباراة حلوة وقوية. طبعا مباراة الأردن العراق دائما تكون مباراة ندية وقوية وبها إثارة. على كل الفريقين دخلوا أرض الملعب، ما راح أطول بالمقدمة، خلي نشوف اللعبة يلا. طبعا شباب اعذروني ما راح أقدر أصيح ولا أقدر أنفعل في حالة إنه صار شيء، لأن تعرفون 5:30 الفجر هسه جوارين يشتكون علينا. تبلغوا السمك موطني موطني. بدأت المباراة شباب، كل التوفيق لأسود الرافدين ضد النشامة، الدولمة ضد المنسف، الدولمة غلبت السوشي، خلينا نشوف السوشي ليش صعبة تنقال، خلينا نشوف شي يسوي قدام المنسف. مباراة بادية حامية من بداية، تحس اللاعبين حامين، أنا خوفي للاعبين يكونوا متأثرين بالمنشورات مع السوشيال ميديا بصراحة، يعني صاروا الطرفين واحد إنه مناوشات بين الاثنين الأردنيين والعراقيين، هي مناوشات حلوة يعني واحد يضحك من عدها، بس أتمنى إنه ما تكون يعني مباراة يعني تجلب الطابع العنف وهالسوالف. يعني راح نجرب شيء اليوم، راح نخلي لكم النتيجة، خلينا لكم النتيجة فوق. معلق البحريني الحدي، حلوة 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 حلوة، أهم شيء الصوت يكون موجود، لأن مباراة العراق واليابان بصراحة يعني جيت أسوي، سويت المقدمة وكل شيء ما أدري شنو، جيت خليت الفيديو بالبرنامج تفاجأت صوت ماكو، مع العلم انه يطلع لي انه بالبرنامج مال التصوير ده يطلع لي المؤشر مال المايك انه ده يشتغل. اكتشفت بعدين انه ابن اخويا لاعب بالكمبيوتر ومطفي الدقمه مال المايك، المايك يبقى يشتغل المؤشر بس ما ده يصور صوت، يعني ما ده يسجل صوت بالتصوير. ترى المنتخب الاردني منتخب قوي، يعني يعجبني لاعبهم مصطفى التعمري او موسى التعمري، عفوا يلعب الدور الفرنسي شوي، على كيف على كيف، ما اعرف ليش داخلين بحده، داخلين بقوه، على كيف هدي لعب، شوف الخصم اقرا زين بعدين ابدي العب على خطط المدرب. داخلين الاردن يسجلون جماعتنا هدف من وقت ديربي غرب اسيا، يا بعوف المراوغه والانانيه رجاء، يعني انضربوا بوجهه سلامات، يلا ان شاء الله مو خطره. حارس الاردن اسمه يزيد، العراقيين يحبون هذا الاسم، يعني خلوها سكته. نقطه ضعف منتخبنا بصراحه الحارس، يعني كل الاحترام الى جلال حسن بس ما اشوف ذاك الحارس اللي يقدر يشيلك، يعني فرق كبير بينه وبين نور صبري والحراس السابقين اللي جوا، فأتوقع يعني أي هجمة للأردن احتمال إنه يسجلون. ها إذا وصلوا، يعني دفاعنا زين حاليا، يعني بالبطولة دفاعنا كله زين، قدم خوش مستويات حلوة. علي 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 روبن، لا 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 لا، حلوة حلوة، عالطوبة عالطوبة، ركز ركز عوف ركز باوع ليلعبوها. عبد الله شكناني، يلا يلا شباب، إيه شوت علي جاسم، يا ولد على كيف على كيف، بهدوء العب بهدوء، ليش هيك مشدودين شد، واضح من الباصل يطلع هيك تحس اللاعب مستعجل بس يريد يوصل، توصل للجول والله يعني، بس على كيف هدي لعب، اي هيك هيك، ليش تشوت ليش ترفع يا اخي، العب ارضي، ترى لاعبين الاردن طوال، يعني انت مو شلون، يعني شلون توصل لايمن حسين، لحد الان ما قدر يفوز باي كره عاليه. هاشلون 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 برا، يا الله شكو تسلل، حلوة جلال، خطرة خطرة حلوة جلال، حلوة جلال والله خطرة كانت، عم يلعبون يلعبون الأردن هيك تفوت، المفروض احنا منتخبنا شوت، علي شكو تتعلي طوبات، العب أرضي، صعدله صعدله انت يا الجناح صعدله، هم عله يلا شوت عدل جول، اوف حلوة حلوة حلوة، شوت كله شوت كله شوت، ليش ما نتدرج بالكرة، لا تخلي يفوت لا تخلي يفوت، والله فات والله فات، برا برا، اي هيج هيج اتدرج، اي حلو حلو، بلا شوتات، ارجع له بايش، ليش رحت ليش تركض، ارجع له، رجع رجع الوسط وسط، وين طابين، رجعوا رجعوا استلموا طوبة، واحد يرجع، وين الارتكاز، ثرو باس، وين يا اخي شنو هاللعب، شو هاللعب هذا؟ قلت لكم انا خايف اللاعبين يتاثرون بمنشورات السوشيال ميديا، المفروض ابعد عنهم اقطع النت. ها شنو؟ ها شلون؟ ها شلون؟ برا يا الله يابا شبابنا ولدنا منتخبنا، شنو هاي؟ شنو شنو التغطيه هاي؟ شالها جلال والله شالها جلال،
حلوة جلال، حلو. داخلين متنرفزين مشدودين أعصابكم شد، ماذا تقدر تلعب طابة حلو؟ لا لا شيل ابعدوا لك برا. كساس خايف تحسه، ما أعرف أو ما عاجب الوضع. دزها حلوة، هاي حلوة. وين انت تركض؟ وين وين طالع بوحدك على اثنين؟ وين من انت رونالدينيو يا اخي؟ شنو الفيلم؟ ليش اتعب نفسي؟ ما اعرف ليش اللاعبين العراقيين يركضون هوايه، يريد يركض هوايه بالطوبه. ليش دا اتعب نفسي؟ اختصر الوضع، العب باصات سريعه. وين حلوه بعدها؟ يلا سلاقه شوت. ليش كلها رفعات؟ ليش كلها كروسات؟ ايمن حسين واقع، ايمن حسين واقع. يلا علي علي للجناح، هسه ما تعلي. حلوه حلوه هالكرات، حلوه. بعد 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 بعد، دز دز. ليش تاخذها؟ دز دز الاطراف معله يا ابو عوف. الكرات العاليه عوفوها حلو. ها هذا اللعب الحلو، اي تمرير ابني لعب على كيف. دز دز، ايش منتظر؟ دز دز الطوبه، حلو حلو. هيك تدرج بالطوبه على كيف. وين بياسنا تلعبون انتوا؟ كل ما تلزم الطوبه علي علي. ترى لعب قديم هذا، لعب انجليزي قديم، حتى الانجليز ما يلعبون هيك لعب. ما صار اكثر من مره تصير. حلوة، لا تشوت لا تشوت، لا تعلي لا تعلي لا تعلي لا تعلي، اصعد بالطوبة لا تعلي. الله يا ايمن حسين، فات ايمن حسين. بعدها علي جاسم، علي جاسم، علي جاسم، علي جاسم، علي جاسم. شكو لك، كلها وقعت كلها وقعت. شوي اكو انانية، اكو انانية باللعب. تخلصت من لاعب لاعبين، شوف صاحبك مرر له، لا تلعب بالطوبة. بعدها بايش، ركز بيها، لا تشوت لا تشوت. حلوة 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 حلوة، بس لا تشوت. والله الحارس غطى الزاوية، يعني الحارس عرف بيك راح تشوت على هالزاوية البعيدة. شلون شلون؟ ارجع 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 ارجع. شكو يا معودين، طبيكم كلكم. ما بي اشي، ما بي اشي على الطوبة. بعد اشيل، ثلاثة على واحد ما قدروا له. تركيز ماكو، فريقنا فاقد تركيزه. انتوا ثلاثة على واحد، شلون يفوت؟ هاي اخذها، المفروض اخذها من البداية. والله حكيت على جلالاني بالبداية، هو اللي ناقضنا لحد الآن. انا حكيت على جلال بالبداية، قلت نقطة ضعفنا، هو اللي شايل الفريق لحد الآن جلال. بصراحة تحسه هو اكثر واحد هادئ بالفريق. معله يا اخي، شقيتونا شق بالكرات العالية، والله دمرتونا. كرات العالية تعب، تحتاجك لاعبين طوال وسريعين. ما عندنا هاي الكواليتي بفريقنا، ما عندنا لاعب سريع، ما عندنا لاعب طويل. يعني ايمن حسين طويل، بس دفاعات الاردن اطول من عندهم. يعني معقوله كاساس هو منطيهم التعليمات انه دزوا كرات عاليه؟ مستحيل اسباني يدور كرات عاليه، مستحيل. ها جديده هاي بالنسبه لي. لك وين انت بالدي؟ بالدي انت دزها قدامك 6 امتار. انت لوتي اقصر لاعب عندك تلعب له كره عاليه، اقصر لاعب عندنا هذا. لا تلح لا تلح بالطوبه. وين وين دزيتها؟ روبرتو كارلوس ما يلحق لها هاي. يلا يلا يلا، ليش ارتبكتوا بيها؟ ليه ايمن حسين خربتها؟ والله يا ايمن حسين خربتها. لا عالي لا عالي، ابوس ايدك لا عالي، كافي كرات عاليه، والله ملينا يا اخي. اللعب ممل، هاي الفرق الفقيره اللي ما عندها افكار تلعب كرات عاليه، ما عندهم حل. 6 دقائق وقت بدل ضايع الشوط الاول، اتمنى الشوط الاول ينتهي بسرعه بصراحه، لان منتخبنا كارثي، منتخبنا كارثي، منتخبنا كارثي. هذا جول، جول اول، جول الأول خطأ دفاعي. عمي منتخب كارثي، داخلين خايفين مرتبكين مشدودين، ايش بيكم؟ شنو الأعصاب؟ تمريرات نصها غلط. ما أسهل جول بالبطولة هذا، ماكو جي جول. فريق الخصم يصنع لك الطوبة، المنسف قدامك اثنين، المن تطي هذا مهمك أقرب. والله جول حلو، جول حلو. الأردن أحسن، فريق الأردن أحسن بصراحة، يستاهلون جول. كان المفروض يسجلون من وقت أصلاً. هم كرة عالية، هم كرة عالية. خلينا نشوف الشوط الثاني شو يسوي كاساس. تعبوا الفريق تعب، داخل مستعجل التشبيك. شكو داخل مستعجل تسجل جول من أول دقيقة. ركض ركض كرات عالية، ركض، تعبت الفريق مالك كله تعب. الشوط الأول واللاعب ده يلهف. هم كرة عالية، هم كرة عالية. علي أكيد يعني علي، ماكو فكرة، ماكو حل، منتخبنا ما عنده حل. يوسف أناني أناني كلش، يوسف يلحب الطوبة، هواي يلحب الطوبة. حلو هاي تغيير اللعب، حلو تلعب كرات عالية تغير اللعب عادي، بس ما تدزي كرة بالعمق عالية ما مقبولة. حلو حلو التسديد، حلو حلو. علي جاسم أحسن لاعب يلعب بينا، علي جاسم. الشوط الأول شباب تقدم المنتخب الأردني 1-0 بصراحة، يعني مع الرأفة، يعني كان المفروض نتيجة تكون أكثر لو ما جلال حسن نقدنا بكرتين.
على كل يعني ما اعرف شفته بصراحه. المنتخب داخل متشنج، داخل مضغوط، يريد يسجل هدف من البدايه، كرات عاليه ما مفهومه، يعني ما عندنا خطه لعب، تمريرات نصها غلط، والفرق الفريق متشنج، فريق الاردني داخل باريحيه يلعب باريحيه، اللعيبه مركزين، قدر يصنع ثلاث فرص خطره سجل من عندها جول. نتمنى نشوف الشوط الثاني، نتمنى كاساس شويه عدل من شكل الفريق، لانه بصراحه مستحيل يعني ما اتوقع انه مدرب اسباني يلعب على الكرات العاليه بهالشكل، يعني دزينا كرات عاليه مدازها الانجليز بالسبعينات. على كل نشوفكم بالشوط الثاني. رجعنا وياكم شباب احداث الشوط الثاني، مباراه المنتخب العراقي والمنتخب الاردني دوري 16. الاردن بصراحه كانوا اخطر وقدروا يسجلون جول بالشوط الاول، منتخبنا شويه تايه ومستعجل ومتشنج. اتمنى الشوط الثاني يكون مختلف، اتمنى كاساس يصلح الاخطاء اللي صارت ونقدر نتعادل ونفوز. وين وين بلا تركيز، شوف 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 شوف، يفوتون بسهوله، نفس الاغلاط نفس الاغلاط، ماكو شيء تصلح. منتخب الاردن سريع، لعبوا على السرعات مالتهم واستغلوا هالفرصه وسجلوا. شوف قلوب دفاع المنتخب الاردني ولا يصعدون، احنا لاعبين ضغط عالي. برشلونه انت ادفتهم، انت برشلونه حلوة هاي، حلوة هاي، حلوة هاي الجملة، حلو حلو، خدع الحارس، شوف هاي خدع بيها الحارس والله. أمين يوسف ايش قد أناني يا أخي، هذا اللاعب يلزم الطوبة بس يريد يركض بيها. حلو أيمن، بايش ايش بيك؟ ايش بيك صفن بايش؟ ايش سويت؟ مد راسك، خايف على وجه الحلو. وين 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 أحمد يحيى وين؟ ركض ركض بالطوبة، شو قد تركض بالطوبة؟ العب باص، حلوة هاي، يلا واحد يمد راسه ولكم. وين الفاول؟ هو طار على الطوبه، يعني شو تسوي له يعني؟ هو طار على الطوبه يعني، صار بوجهه، يمكن ليه اندفعه علي جاسم. نزل دايسكي ونزل زيدان. حلوه 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 حلوه، فات فات فات، واحد يكمل. احنا اخطر بس خوفك من المرتدات. حلو حلو حلو، اللعبه تحسن. يلا اسامه، يلا ايش قد تاخر بالطوبه؟ وين تطلب الكره يا بايش؟ انت متسلل، شلون بدك تطلبها انت؟ حلوه هاي، يلا علي جاسم. ركنيه ركنيه، خمسه لي ورا راجعين، شلون 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 تلعب؟ شلون ولا لاعب قدامه؟ شلون تطي باص؟ اضغط عليه اضغط عليه، ليش هيك يفوت؟ حلو زيدان، اذا عندكم لاعب يلعب الدوري الفرنسي عنده زيدان لعب مانشستر يونايتد. هسه الفريق هادئ، دي يلعب باريحيه، ما مرتبكي ما مستعجلين، ابني الهجمه على كيفي على راحتي. حلو بس لا تلح، حلو، ليش تشوت؟ ليش تشوت؟ ليش تريد تشوت؟ سويت كل شيء، تخلصت من ثلاث لواعيب، اشوف صاحبي وين واقف العب له تمريره. مشكله منتخبنا احنا، مشكله منتخبنا على عبر السنين كل اللعيبه يريدون يسجلون، حتى الحارس يريد يسجل جول، كلها تريد تقول جول. وينه التصوير؟ يخدع يعني، عبالي الكره رايحه على الجول. بايده لو شويه قامز اقوى بعد كان جت براسه وجول. سنه 1999 كانت العراق والاردن يلعبون النهائي، المنتخب الاردني متقدم 4-0 بالشوط الاول، نزل المنتخب العراقي الشوط الثاني اكل الملعب اكل، بحيث تعادلنا، رزاق فرحان سجل الرابع، بعدين راحت ركلات جزاء وفاز المنتخب الاردني. بس كانت مباراه ما تنسي، يعني لو تقول لي شنو احلى مباراه شايفها هي ذيك المباراه. للاسف خسرنا بس الرجعه كانت حلوه، حلو حلوه. تخيل احنا كنا مسجلين 3 اهداف والاردن 4، طفت الكهرباء، رحنا كنا المطعم، كان مطعم زمزم مشهور، تلفزيون صغير، سيارات كلها طبقت، العالم تقريبا ما اقول لك 500 شخص يتفرج على اللعبه، وكان يجي الرابع 13 عرضيه. يلا ودعت هذا الفيلر، حلوه فكره جديده هاي. يلا ليش ليش ما دخلت؟ ليش ما دخلت؟ ليش احنا اخطر؟ احنا احسن بالشوط الثاني. يلا ايمن حسين، جول جول، منو 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 منو؟ سعد ناطق، سعد ناطق جول، سعد ناطق قد نطق. حلو يا شباب حلو، احنا احسن بالشوط الثاني احسن، بلا استعجال، على كيف على كيف يا اسد يا سعد ناطق. اعاده الاعاده، شوف شوف شوف، بوم، حلو الجول حلو الجول. شلون تخلص من المدافع ورجع لي ورا؟ اكيد ملعوبه هاي اكيد. هسه على كيف على كيف يا ولد، شوف شوف مستعجلين، على كيف، هدي لعب، تعادلنا هدي لعب. اوكي طلع صاحب الهدف، سلامات سلامات سعد ناطق. حلو علاوي حلو علاوي حلو علاوي حلو علاوي حلو علاوي، لا يا علاوي لحيت بالطوبه لح. شلون شلون شلون، شيل
برا برا برا. حلو 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 يا اخي. مباراه راح تصير، المباراه راس براس، هجمه منا هجمه منا. علاوي علاوي حبيب قلبي. ايمن جول 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 الثاني. ايمن حسين هداف البطوله. ايمن حسين يس يس. الدولمة اقلب اقلب جدر الدولمة اقلب حبيبي اقلب. كل دولمة كل دولمة. والله طلبها هو طلبها. الله عليك يا ايمن تمركز الصح والشوت على الزاوية الصح. هذا شنو هذا الثاني. دولمة اكل دولمة حبيبي اكل دولمة اكل دولمة. طرد طرد. ليش طرد؟ ليش انطرد؟ لان احتفل. ليش لواعيب الاردن كلهم احتفلوا نفس الطريقه؟ ما حد بيوم اخذ انذار. شباب فهموني مدافتهم. لواعيب الاردن خمس ست لواعيب قعدوا اكلوا مسف، ما حد اخذ انذار بيهم. ليش لاعبنا ياخذ انذار؟ شنو هالظلم يا اخي؟ ليش ايش ليش خربوا الفرحه؟ والله خربوا الفرحه. شكو صاعدين شكو صاعدين. ليش الضغط العالي؟ انت فايز ونقص لاعب، لا تصير مثل برشلونه. والله سعد ناطق سجل جول طلع انصاب. ايمن حسين سجل جول طرد. شنو الفيلم؟ راح يهجم الاردن كل قوته. تفوق عددي. شلون 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 فات بيكم بنصكم. شيل شيل برا برا. حلو حلو. هاي هنا مثل زين. اوكي لعيب الاردن سووا نفس الحركه. انا جاي افتهم، ما حد بيوم اخذ انذار. يعني المفروض ست لاعبين من الاردن عندهم انذار هسه على هذه الحركه اللي سووها. لو لين سووها خارج الملعب وايمن سووها داخل الملعب اتوقع. شلون سيناريو اللي سجلوا اهداف طلعوا. حلوة حلوة جلال حلوة جلال. يلا مرتدة زين مرتدة سوي جلال. يا بعليك ياكم يا ولد. تركيز تركيز تركيز. لا يا علاوي لا يا علاوي حبيب قلبي. يلا الثالث ونسد اللعبة بعد نسكر. هلا ما بقى شيء ما بقى شيء يا شباب. ميمي هسا نزلت شبيك تعبان. سبع دقائق وقت بدل ضايع. لا جلال حلوة يا جلال. والله اليوم أسد جلال. والله اعتذر منك جلال. أنا آسف كلش أنا كلش آسف جلال. حشيت عليك بداية المباراة اليوم هو اللي شايلنا شيل. ضرب هاي انذار يا حكم. ضرب ايد الحارس. ارجع الكل يدافع. نريد تشيلسي هسه. نريد تشيلسي. وقفوا الباص قدام المرمى ولا طوبة تفوت. لا لا تخوف 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 تخوف. شلون هجلال يا اسد يا جلال يا اخي شلون تفوت؟ شبيه الدفاع؟ شلون شلون يا ولد شلون؟ يعني انت تشوفه يفوت من يمك ليش؟ مو مال نلعب اضافي. منتخبنا تعبه بصراحه. لواعيبنا تعبوا ونقص عددي عندنا والحاله النفسيه حاليا زفت. لا 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 ما بيشي. لا 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 ليش هالدربكة يا ولد؟ ليش ليش هالدربكة؟ بيده لو شنو؟ ها جزاء ما بيشي. ما ماكو جول. جول سليم. هي ضربة جزاء اصلا على علي عدنان. حتى لو مو جول جزاء. وين التغطية؟ اثنين بوحدهم. لا سيناريو مو حلو بصراحة. ما انا ما متفائل ما متفائل. يعني نقص عددي يعني وما راح نقدر نلعب اشواط اضافية. جول. شو السيناريو؟ شو يصير؟ جلال وقفتك غلط. ماكو اي رقابة على اللاعب. يجي استلم الكرة وسدد براحته. روح اصعد 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 روح. يا اخي ليش تلعب الطوبة؟ ما افتهم. ليش هيك؟ ليش؟ ليش؟ سكنها. خايف من الطوبة انت؟ بايش لا تلعب بيها بايش. لا تلعب بيها. حلوة. هيا وين؟ 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 ضيعت الدنيا كلها انت يا سلاقة وين؟ وياك اثنين جواك جواك اثنين. صفر الحكم شباب. شلون سيناريو عجيب غريب صراحة ما اعرف. مباراة حلوة والله مباراة حلوة. شوط ثاني يخبل احلى من الشوط الاول. اوكي شباب انتهت المباراة. فوز المنتخب الاردني. الف الف مبروك المنتخب الاردني الشقيق. والله بصراحة لعبتوا. منتخبنا لعب احسن بالشوط الثاني ترى. لو ما طرد اللي اثر على نفسية اللاعبين كان ممكن ان نفوز بهالمباراة. بس هي هاي يعني هاي كرة القدم. وبصراحة يعني احداث جنونية صارت بالمباراة. انه انت تتأخر 2-1. اول شيء احنا متأخرين 1-0 نعادل بعدين نفوز
بعدين تتعادلون وبعدين تفوزون، مباراة حلوة بصراحة. دائما مباراة الأردن والعراق ايش تكون بها أحداث حلوة. ألف ألف مبروك المنتخب الأردني، أتوقع أول مرة يوصل الدور الثمانية ما أدري. المهم هارد لك منتخبنا الوطني، أديتوا اللي عليكم، شباب صغار عندهم مستقبل، ونتمنى القادم يكون أفضل إن شاء الله. شكرا فيديو الأخ، مع السلامة.